الثاني عشر بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الثاني عشر والخاص بالقعدان هنا ايضا وهجن اصحاب السمو والشوق في امسيه هذه الليله. تبقى لدينا شوطين من بعد هذا الشوط خاصات بالابكار. نتابع هنا الصداره، نتابع المقدمه ماي هاب من هجن سيح السلام بقياده حمد بن علي العويسي المنطلق بالصداره وبالمركز الاول، بينما المركز الثاني معطشاتينا في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثالث يتواجد هنا ثالثا شاهين، رابعا كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس غازي في المركز الخامس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز السادس، المركز السادس والمتواجد هملول من هجن سيح السلام بقيادة سعيد بن سالم لنيبي، وياتينا مهيض من هجن سيح السلام بقيادة السيف بن عتيق بن عمير العميمي، منطلقا هنا على سابع المراكز. المركز الثامن الحر من هجن سيح السلام بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة، من يأتينا على المركز هنا إذن السابع والمركز الثامن. المركز الثامن الحر لسمو هجن سيح السلام بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة، وياتينا شاهين تاسعا هنا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة والمندفعة. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وإلى الصدارة. ماي هاب المنطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول من هجن سيح السلام بقيادة حمد بن علي العويسي، من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. معطش في المركز الثاني، معطش سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم، تابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثالث شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يأتي ويتواجد هنا غازي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الخامس من الجانب الآخر هملول من هجن سيح السلام بقيادة سعيد بن سالم لينيبي في تضميرة، وسادس المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتينا على المركز السابع. المركز الثامن الحر في المركز الثامن، الحر في المركز الثامن هنا المنطلق لهجن سيح السلام بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة، من يأتينا على المركز السابع والمركز الثامن. شاهين في المركز الثامن في هذه المسيرة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز التاسع مهيض في المركز التاسع هنا بانطلاقة هجن سيح السلام وسيف بن عتيق بن عمير العميمي، من يتابعه بانطلاقته وتحدياته هنا وإثاراته. هذه هي الأسماء المتواجدة، ها هي الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس. نعود 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 بعد الإتمام النداء إلى المقدمة إلى الصدارة. مقدمة الشوط والمركز الأول، لا زال ما يهاب المسيطر، لا زال ما يهاب المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن سيح السلام بمتابعة المضمر. هنا أيضا بوزايد بمتابعته حمد بن علي العويسي، يتابع على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يأتينا معطش على المركز الثاني.
لسمو شيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة مسري بسالم بالعرض للحميري منطلقا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث شاهين نجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الرابع ياتينا بهذه الانطلاقة هملول على المركز الرابع من هجن سيح السلام بقيادة هنا عنيد المضمرين سعيد بسالم لنبي في تضميرة. وخامس المراكز شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وسادس المراكز الحرة المتواجد على المركز السادس لسمو الشيخ أو هنا الحرة المنطلق بهذه اللحظات من هجن سيح السلام القادم بهذه الانطلاقة بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة القادم على المركز السادس. سداسية جميلة. المركز السابع ياتينا هناك غازي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع مصري بسالم بالعرطي الحميري. من ياتينا سابعا ثامنا هناك شاهين في المركز الثامن هجن العاصفه مع غياث الهلالي. وتاسعا مهيض لهجن سيح السلام بقياده سيف بن عتيق بن عمير العميمي. هذه هي النتيجه مشاهدينا الكرام للمراكز هنا مع الزاوية الأخيرة الانعطاف والالتفاف الأخير لهذا المضمار. والصدارة لا زال ما يهاب المسيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة وعلى المركز الأول ما يهاب من هجن سيح السلام بمتابعة المضمر هنا حمد بن علي العويسي مضمر خمسة نجوم الشاعر بوزايد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني معطش في المركز الثاني معطش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم يتابع الخبير مسري بسالم بالعرطي الحميري. شاهين القادم على المركز الثالث والمركز الرابع كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الخامس الحر في المركز الخامس هنا لهجن سيح السلام بمتابعة سيف بن أحمد بن خريدة. من يأتينا على المركز السابع والمركز الثامن هملول أيضا على المركز السادس هملول في هذه اللحظات من هجن سيح السلام مع المضمر سعيد بسالم لنبي. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى الانطلاق إلى التحدي المميز هنا وانطلاقة وتحديات هذا الأداء هنا في انطلاقتنا وتحدياتنا هنا وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. هنا ينطلق هذه اللحظات بهذا الأداء المميز وانطلاقة وتحديات. إذن معطش على الصدارة معطش على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والحر الحر 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 القادم هذه الانطلاقة وهذا الأداء الحر هنا بهذا الانطلاق. السلام الحر ومعطش وشاهين الحر ومعطش وشاهين السلوم اللحظات الأخيرة الحر 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 هنا من غير على الصدارة غير على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الحر من ينطلق بهذه الانطلاقة والتحديات. تهانينا لهجن سيح السلام تهانينا للمضمر المبدع هنا سيف بن أحمد بن خريدة ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا هي لحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام معطش سمو الشيخ راهب بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم شاهين في المركز الثالث من هجن العاصفة. وفي المركز الرابع أتانا ما يهاب في المركز الرابع هنا لهجن سيح السلام. المركز الخامس أتانا شاهين هجن العاصفة. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى.
نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا 9:42 خمسة من الأجزاء من الثانية. التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الحر من هجنسيح السلام بقيادة سيبن أحمد بن خليل 9:44 أربعة من الأجزاء من الثانية. توقيت هنا إذن ياتينا معطش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم يتابعه مسري بسالم بالعرطي الحميري شاهين من وصل في المركز الثالث ب9:48 هنا أيضا وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي.